هذا وقد أدى المواطنون صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد الكبرى وعدد من الساحات، حيث شهدت محافظات الجمهورية احتفالات المواطنين بالعيد وسط تواجد أمني ومروري مكثف. حالة من السعادة والفرحة اكتست بها محافظات الجمهورية احتفالا بعيد الفطر المبارك، حيث أدى المواطنون صلاة العيد بالمساجد الكبرى وعدد من الساحات. فقد شهدت محافظات الوجه البحري احتفالات المواطنين بالعيد وسط تواجد أمني ومروري مكثف وخدمات أمنية ومرورية ثابتة. بنحب نقول لضيوفنا في محافظة اسكندرية وشعب اسكندرية، كل اسكندرية جاهزة ومستعدة لاستقبال ضيوف الحدائق والمتنزهات والشواطئ وكل حاجة في اسكندرية جاهزة لاستقبالكم. بنرحب بيكم في محافظة الاسكندرية. محافظة الاسكندرية بتعلن يعني الاستعداد التام لاستقبال وفود الرحمن في مساجد الرحمن وفي بيوته، حتى نستقبل رواد المساجد بكل أريحية. ومساجد محافظة الاسكندرية معدة إعداد تام وجاهز لكل ما ظهر الاحتفال. الكورنيش طبعا مفتوح كله لأهلينا، الحدائق العامة كلها مفتوحة وفيها برامج كويسة جدا تسعد أطفالنا، المسرح الشاطئ برضو شغال وبيقدم برامج وعليه عروض إن شاء الله برضو لدخول البهجة والفرحة والسعادة. وفي الغردقة أدى الآلاف من المواطنين صلاة العيد وسط فرحة غامرة وتواجد كبير من المواطنين الأجانب من جنسيات مختلفة الذين حرصوا على التواجد أمام ساحة مسجد الميناء الكبير ومشاركة المصريين أجواء الاحتفالات. والنهاردة احنا ابتدينا اليوم من أوله، من بعد صلينا صلاة العيد هنا في المسجد القطري، وكملنا الاحتفالات هنا في الحديقه هنا. احنا بنتمشى شويه اهوت في الممشى ممشى النصر في الغردقه، وباذن الله شويه نروح البيت ونرجع ننزل تاني نفسح الاولاد وكده. اما في المنيا واسيوط والوادي الجديد فقد عبر العديد من الاهالي عن فرحتهم بحلول العيد المبارك، املين ان يعيد الله تلك الايام على الوطن بكل الخير واليمن والبركات. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم ان شاء الله وعلى الشعب المصري كله وعلى الرئيس السيسي، يعني اللي بصراحه هو مثال وقدوه لينا وللشعب كله. وكل سنة وانتم طيبين وان شاء الله بإذن الله عيد سعيد عليكم. كما شهدت محافظات القناة احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك. نتمنى يا رب ان ربنا ما يقطعش الفرحة دايما عن مصر والمصريين والسويس والسويسة، ويا رب دمها علينا نعمة وأمن ورخاء وسعادة يا رب. هذا وقد شهدت الحدائق العامة بكافة ربوع مصر إقبالا كبيرا من الأهالي احتفالا بالعيد وسط فرحة كبيرة مع فتح الشواطئ العامة والحدائق بعد الإغلاق بسبب فيروس كورونا.